الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. علماء اللغة غير متحمسين لأزرار فيسبوك التفاعلية الجديدة. عندما يغضب طفل في سن 4 أشهر يتبدل لون وجهه إلى الأحمر القاني، بينما يغرغر بالضحك عندما يقابل شيئا مضحكا ويقول آه عندما يتفاجأ بشيء ما. وهذا كما تعلمون كأزرار الفيسبوك التعبيرية مؤخرا. ولكن ما رأي علماء اللغة بحزمة الأزرار التفاعلية الجديدة تلك والتي أطلقها موقع فيسبوك مؤخرا؟ فلنتابع الإجابة في مقالنا التالي. كما نعرف جميعا، قام موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤخرا بإطلاق حزمة رموز تفاعلية تعبيرية مرتبطة بمشاعر المستخدم. وأراد الموقع أن يقوم الناس بالقيام بأكثر من الإعجاب بمنشور أحدهم، حيث تعبر الرموز المولودة حديثاً بالإضافة إلى الإعجاب عن الحب والسعادة والحزن والغضب والدهشة والضحك، ولا يوجد في واقع الأمر أي قواسم مشتركة بين هذه الكلمات. وهذا ما قد يكون مزعجاً لبعض أصولي اللغة أمثال جيوف بولم، وهو أحد علماء اللغة في جامعة إدنبرغ، حيث يقول بأن تقع هذه الكلمات ضمن فئات مختلفة جذرياً، فيبدو أنه تم التخلص من النحو واستبداله بصخب أشبه بذلك الذي يصدر عادة عن الحيوانات أثناء تواصلها. وتملك كلمات ردات الفعل الخاصة بالفيسبوك استخدامات قواعدية مختلفة في اللغة الإنجليزية. فكلمة حب love مثلاً يمكن أن تكون إما اسماً أو فعلاً وفقاً للمعنى المقصود من قبل المستخدم. أما كلمتي الحزن sad والغضب angry فهما صفات في اللغة الإنجليزية. وبالنسبة لتعبير الدهشة wow فينتمي إلى فئة تعابير التعجب، بالإضافة إلى تعبير الضحك هاها، بينما تعتبره سوزان هيرينغ صوتاً لا كلامياً، وهي عالمة اللغة في جامعة إنديانا والمهتمة بدراسة اللغة المستخدمة ضمن وسائل التواصل الاجتماعي. ويتفق بولوم وهيرينغ على أن التركيبة اللغوية لرموز الفيسبوك الجديدة غير مفهومة، فعندما يطلب منك الفيسبوك الاستجابة لتحديث الحالة مستخدماً مجموعة الكلمات الستة تلك، فإنهم يطلبون من دماغك القيام بشيء معقد نوعاً ما، حيث يتمثل ذلك بملء جملة ضمنية أو إلى إسناد فاعلها بتكملة، وهذا ما يسميه علماء البرمجة اللغوية الاستخلاص. فتكمن المشكلة في عدم انتماء هذه التعابير إلى فئة الكلام نفسها، مما يتطلب إسناداً مختلفاً لكل منها. فعندما تقوم بالضغط على رمز الحب love مثلاً، لابد لدماغك من الإكمال التلقائي للعبارة الضمنية أنا أحب هذا، وهذا لا يبدو سيئاً حتى الآن، ولكن الأمور تصبح غير مألوفة عند استخدامك لأحد الصفات. فاختيارك لرمز السعادة happy أو الحزن sad فذلك لا يعني أنا أحب هذا أو أنا حزين لهذا، بل هذا يجعلني سعيداً أو هذا يجعلني حزيناً، فيبدو هذا منطقياً. ولكن الجهد العقلي المبذول لتطويع السياقات المرتبطة باستخدام هذه التعابير ليس بيسير، فتختلف مشكلة رمز الدهشة واو والضحك هاها، بحيث يتموضع هذان الاثنان بشكل طبيعي خارج نطاق الجملة، لذا فإن دماغك ليس بحاجة أن يستخلص أي تكملة لهذين التعبيرين على الإطلاق، ويبدو هذا أمراً جيداً، ولكنه في الوقت ذاته متناقض للغاية. تقول هيرينغ إنه لأمر مربك قليلاً كون هذه التعابير لا تنتمي لفئة الكلام نفسها، لذا فقد قامت هيرينغ بتجربة لعقلنة ردات الفعل التعبيرية هذه. فقامت أولاً بتحويلها جميعاً إلى أفعال، فلم يجدي ذلك نفعاً مع تعبير الغضب، حيث لم يكن من الممكن القول أنا غضب I anger، خاصة أن تعبير الفيسبوك لا يتيح لهذا الفعل الارتباط بمفعول به. فحاولت هيرينغ ثانية الافتراض بأن جميع تلك التعابير صفات،
ولم يجدي ذلك نفعا مرة أخرى، حيث من الممكن القول أنا حزين I am sad أو أنا غاضب I am angry، بينما للتعبير عن الحب يجب أن تقول I am pleased أو I am delighted، مما يعطي معنى مختلفا ولا ينطبق على الرمز التعبيري التفاعلي نفسه. ويبدو أن معاملة جميع التعابير كأسماء قد يجدي نفعا، ويذكرنا هذا بعرف الإنترنت بتحويل الأفعال إلى وجوه تعبيرية أو إيموتيكونز تعبر عن تلك الأفعال. فيمكن على سبيل المثال تحويل الحزن إلى وجه حزين والغضب إلى وجه عبوس، بينما تتحول الضحكة إلى وجه ضاحك وعلى هذا المنوال. ويقربنا هذا أكثر مما يعتقد بولوم أنه الجوهر الحقيقي لردات فعل الفيسبوك التعبيرية الجديدة، حيث يقول يشبه الوجه السعيد صرخة ابتهاج، ويشبه الوجه الحزين صوت عدم الرضا، بينما يشبه وجه الدهشة فتح العينين والفم، أما الضحك فيشبه القهقهة ضحكاً. ويضيف قائلاً تمثل هذه الرموز بديلاً لصياح وإيماءات للتعبير عن حالات داخلية، ولكن هذا يفتقر إلى القواعد اللغوية والمعنى اللذين يميزاننا كبشر عن الحيوانات والمخلوقات الأخرى. وهناك مشكلة أخرى تكمن في تعيين الفيسبوك لكلمة لكل من التعابير التفاعلية الجديدة، مستبعداً بذلك الغموض المثير الذي يميز الرموز التعبيرية التقليدية الإيموتيكونز. فلو لم يقم الفيسبوك بهذا لكان من الممكن استخدام الرمز التفاعلي ذي الفم المفتوح للتعبير عن الخوف أو الصدمة على حد سواء. ولكن يتم تقييد هذه الرموز نحوياً ما أن تعين بنص مسبق لكل منها وفقاً لهيرينغ. هذا وقد رفض ممثلو فيسبوك التعليق. اللغات تسير قدماً. يوافق هيرينغ وبولوم على أن مشكلة الإسناد أو الإكمال اللغوي للرموز التعبيرية لن يمثل أي مشكلة ل 600 مليون مستخدم لموقع فيسبوك، وأن معظم الأشخاص لن يفكروا بالجملة الكاملة حينما يضغطون على أحد أزرار التفاعل تلك، وسرعان ما ستتخذ ردات الفعل هذه معانٍ جديدة لتتناسب مع احتياجاتهم. فمثلاً يجب أن نتذكر أن زر لايك تحول من فعلاً إلى اسم، كما في ما عدد اللايكات التي حصل عليها هذا المنشور How many likes did this post get؟ على صعيد آخر يمكن لهذه الرموز التعبيرية أن تقلل من ردات الفعل العاطفية الحقيقية التي من الممكن أن يشعر بها رواد الفيسبوك. فقد يخبرك علماء اللغة الحتميون بأن الأشخاص يستطيعون التفكير بأفكار مرتبطة بكلمات قادرة على التعبير عنها وحسب. وهنا يبدو أن رموز الفيسبوك التعبيرية التفاعلية الجديدة تحاول أن تقزم سلسلة المشاعر البشرية ككل إلى 6 مشاعر محتملة فقط. فمثلاً يمكن أن تصادف تحديث حالة ذات صلة بالجدل المرتبط بحق الإنسان في تقرير موته، فتشعر بأنك متضارب عاطفياً، ولكن على الأرجح ستحول ذلك لاحقاً للشعور بالحزن فقط، كونه الأقرب نسبياً من الرموز الستة المتاحة لما تشعر به. وما قد ينال إعجاب المعلنين والعاملين في مجال الدعاية بشكل عام هو أن تحليل البيانات الوجدانية المرتبطة بالعواطف والتي يمكن استخلاصها من تعابير الفيسبوك التفاعلية الجديدة يعد أمراً أسهل بكثير من تحليل الكلمات الفعلية. وفي نهاية المطاف لا بد لنا من التأقلم الدائم مع متغيرات فيسبوك اللامتناهية، والتي على الرغم من تلقيها لبعض الردود السلبية هنا وهناك في بداية الأمر، إلا أننا سرعان ما نتماشى معها لتصبح أحد أهم أسباب ارتباطنا بالموقع الأزرق.